واحتفظي بباقي الفلوس. يا راجل اختشي على دمك، مش قادر اقطع التذاكر. ليتني كنت تذكرة حمراء تلمسها يدك البيضاء، يا ملاكا هبط من السماء. انت هتقعد ولا خلي نهارك اسود؟ مش عارفة اقطع ولا تذكرة. اعتبريني تذكرة واقطعيني، اعتبريني جنيها وفكيني، اعتبريني كوتشا وفرقعيني، استحلفك بالله الا تسيبيني، واعتبريني كما تعتبريني. كده؟ انا هعتبرك. الله زيت يا راجل، انت عديم السوق ازاي تعاكس الست قدام الناس كده؟ هو انت هتسكت ولا اسلمك للبوليس؟ اعذرني ايها السائق اذا كان فعلي غير لائق، ارجوك ارجوك الا ترتكب اي حماقه، واستمر يا صديقي في السواقه. شو انا هخرب بيت ابوك؟ انا قلت لك اعذرني. شيل شغلك يا ست. تذاكر تذاكر يا هانم، يا ست يا مدمزيل، بقرش وبقرشين يا بلاش يا بلاش. المحطة اللي جاية من فضلك. المحطة الجاية فاتت من بدري، مش تبقى تاخد بالك من المحطة اللي انت نازل فيها؟ يا ست المحطة اللي جاية دي على طول. ايه ده؟ كان ما كنتوا مالي الشغلانة دي؟ الله، هو انت هتفهم في كام سنة أكثر مني؟ أنت مستمع لفندي اللي قال المحطة الجاية ونزل فيها؟ تذاكر تذاكر قبل ما تخلص يا خسارة يا بلاش. البيضة بقرش والحمرة بقرشين، احضروا من السوق السوداء، خلي بالكم التقليد. تذاكر تذكرة. أيوة يا روحي اتفضلي. على فين يا هانم؟ راح ازور بنتي بتصوري عيانه بقالها جمعه وما يبلغنيش الا النهارده. الف سلام عليها. ليه؟ عندها ايه بقى؟ عندها انفلونزا. انفلونزا؟ ولا يهمك، انا جت الانفلونزا ديت وبعد 3 ايام كاني كدابه. انا هوصف لحضرتك العلاج. ايه؟ تدي لها 3 حقن بنسلين واتنين اسبرين وتصبح عرقانه وكانها كدابه وكانه مفيش حاجه حصل. التذكره. اما التذكره؟ قلت لي حضرتك رايحه على فين؟ ما قلت لك بنتي عيانه بقالها جمعه. جرايكم سريه يا هانم، ما تيجي تقطعي لنا تذاكر؟ احنا مش مالين عينك ولا ايه؟ ولا يعني احنا مش قد المقام؟ ولا قالوا لك اني معايا ابونيه؟ ايه ده؟ انتوا بتحتقرونا كده ليه؟ انا عندي فلوس تشتري عربياتكم دي كلها. معلش يا بيه انا اسفه خالص، اتفضل تذكرك. لا، نزل المحطه الجايه. يا سمسم، المحطه الجايه هتشتري كل العربيات، النبي تشوف لك بقى شتاب لبه السله فيه. طب طيب من فضلك.